من السكينه اللي عنده الاباء ديالو ممثل ديال جمعيه الاباء ديال دواري وريسن. دابا تفاجئنا بهذا المشكل اللي كان كانت العطله البينيه، وكان واحد القرار اتخذته المديريه على باش يحولوا التلاميذ ديال مدرسه عبد الله بن علي من بينهم تقريبا شي 230 تلميذ من بين الدريات والدراري باش يحولوهم لانس بن مالك. انس بن مالك كان الخطا دارته الشركه اللي كانت شاده المشروع، ربما تعطلات في انجاز ذاك المشروع، احتفت الوقت ووصل الشهر واحد باش سلموا ذاك المشروع وقالوا ارى نصيفطوا الدراري لانس بن مالك. الدراري الا صيفطتوهم في نص ديال السنه يلا بداوا السنه قراوا فهمت الدوره الاولى وشدوا النتائج، من بعد غتصيفطوهم لواحد الكوليجا اخر مازال ما اندمجوا فيه، مازال ما عارفين حتى واحد. المهم الحاجه الاولى، الحاجه الثانيه عندنا مشكل في الترونسبور، نقل المدرسي. الناس الجمعيه اللي كتدبر النقل المدرسي كتدبروا بالتوقيت، ومازال راه شي 10 ايام اللي كنفوتوا باش نقادوا هذا البرنامج ديال التوقيت ديال الدخول المدرسي ديال التوقيت ديال الترونسبور. كنهضروا على هاد الدراري اللي جاوهم طروا السنه وحولوهم، حنا ما عندناش نقل مدرسي، ما عندناش ميكانيات تما، ما قالوا لنا والو. جا الدراري كيدوا النتائج ولقاو سميتو راه عندهم انتقال لواحد الكوليج الاخر، وهذاك الكوليج بعيد وغير مامن للدراري، وحنايا كنطلبوا من هاد المسؤولين يكملوا الدراري بعد الدراسه ديالهم، وهذيك الساعه يشوفوا الحل، ماشي يجيبونا حتى وسط السنه ويضيعوا لنا الدراري. الله يرحم لكم الوالدين، وبغينا نحل هاد الدراري. دابا ودلوهم على الاساتذه ديالهم، على المحيط ديالهم، راه ماشي وسط السنه ماشي ساهل على الدراري. وكنشكركم الله يرحم لكم الوالدين، وبغينا هاد المسؤولين يديروا واحد الحل لهاد الدراري. الله يرحم لكم الوالدين. Oh, shit!